La Fiesta. سمعتوا معنا إليسا عشت وشفت 37 دقيقة لفيستا معكم الصباح حتى ال 11 ومتاع الليل. نحكي على تظاهرة ثقافية بشكون وتنطلق نهار 25 أوت مع الخمسة متاع العشية في إسباس سو غالغي دار. معنا مديرة الفضاء مدام لطيفة معتوق. مرحبا على السلامة. أهلا وسهلا مدام. سمحتي نسمع فيك بعيد شوية. مرحبا بيك. ساعة قبل كل شيء خلينا نعيد وعيدك مبروك. يعيشك وعيدكم انت مبروك. يعيشك مرسي بوكو مدام لطيفة. دونك فيرنيساج كوليكتيف باش يكون نهار 25 اوت مع السبعة متاع العشية في اسباس سو اللي موجود في نابل. تحديدا وين؟ هو متاع غدوة 25 اوت على الساعة 5 مساء في اسباس سو. اسباس سو موجود 24 نجم سلفادور بنابل. في الجسمة نجم نقولوا هكا ليه؟ بالضبط. هو غير جسمة أغيطة. بالضبط. الفيرنيساج نتاع نهار سبت شنو باش يكون فيه؟ هو فيرنيساج كوليكتيف لي زارتيست اللي باش يكونوا موجودين. هو سي اون اكسبوزيسيون دو جروب سميناها فارياسيون بيكتورال. موجودة فيها معناتها هي زادة فنانة تشكيلية من روسيا اسمها إيرينا. نقول اسمها مثالسة إيرينا سميتكوفا. معها واحدة كنديان اسمها يانيك إريكسون. مع هدية من كندا. وهم سي عبد الرزاق حفيان من الجزائر. سيمون سبمشيش من تونس. يعني زنايدي من تونس. ومدام مريم كارالي من تونس. دونك شنو نلقاو؟ بانتور سيراميك شنو باش نلقاو بالضبط في الاكسبوزيسيون؟ هو c'est une variation. Voilà, il y a ma céramique, oui, il y a ma céramique, un peu de céramique, ma Simon Sabnechis. Il y a madame Irina Amla, c'est de l'acrylique, c'est très très joli, très beau. C'est à l'aise des femmes, il y a un ou trois variations, c'est-à-dire femme acrylique ou femme un brin de noir, c'est une technique. Aussi, Hafian, c'est de l'acrylique sur journal. Voilà, et il y a la peinture sur bois aussi. Qu'est-ce que c'est le vernissage? Je viens de l'écran, le 5 ans de l'achat, jusqu'à le temps? Jusqu'à le 25 septembre. Jusqu'à le 25 septembre, donc c'est le temps. Voilà. كيف جات الفكرة نتاع الاكسبوزيسيون؟ لي زارتيست هما اللي تلموا اختاروا بعضهم والا الاسباس هو اللي نظم الاكسبو؟ هو اون فيت الاسباس نظم الاكسبو مع سي علي زنيدي. وانا اخترتهم اللوحات. يعني انا اخترتهم اللوحات يعني لوحات جدد. يعني فن جديد مع يعني اخواننا من الخارج هم عايشين في تونس. ولكن انا حبيت نبدل. يعني مش اول مره هي الاكسبوزيسيون في اسباس سو. كما تعرفوا معناها قدمنا عملنا اكسبوزيسيون سميناها وعينات. عملنا اكسبوزيسيون زاد دو جروب مع مونيل فرجاني ومع مريم غالالي ومع سي علي زنيدي ومع مجموعة من الفنانين. مع وليد شقواي من تونس. ويا أخي احنا كنا نعملوا حاجة أخرى هكا نجيبوا فنانين يعني من الخارج. كيف باش تكون لوفيرتور ولا باش يكون فما ديزيفينمون في الشهر هذايا؟ باش يكون فما حاجة سبيسيال في الفيرنيساج لي؟ والله ممكن يعني ممكن شويه موسيقى اكايه موسيقى. ولكن هو الفضاء فضاء هو يحتضن زاد دي زيفينمون كولتوريل معناها كامسيه شعريه كنقدموا كتب. اخر ما قدمناه هو كتاب للشعر الشعر في لطفي الشابي الهواوي. هذا كان تقديمه. قدمنا مدام جوده بلغيث. معناها قدمنا في شكري مبخوت يعني من قدمنا عملنا ولا ذي بس يعني هكايا مجموعة من الكتب اللي تقدموا في سباسو. وان شاء الله وان شاء الله معناها يعني تكون أمسية تقريبا أمسية شعرية ثقافية موسيقية. وهذا نداء لكل الفنانين يعني سباسو مفتوح لكل معناها مبتدئي الفن اي فن كان او يعني دي بروفيسيونيل باش يكون فما دي زانفيتي. اخترتوا هكا انهم يكونوا موجودين معاكم في الاكسبو دي زارتيست توينسا والا الدعوه مفتوحه للناس الكل؟
هي دعوة مفتوحة للناس الكلية باش يكونوا بطبيعة الحال يعني فنانين جايين ان شاء الله ان شاء الله انا معناها هي دعوة مفتوحة للناس الكلية ولا ان شاء الله يجيوا يعني ان شاء الله بالتوفيق لكم. ميرسي بوكو مدام لطيفة معتوق. ليكسبوزيسيون تلقاها بارتير من غدوة الخمسة متاع العشية تتواصل حتى 25 سبتمبر 2018 شهر كامل. ليسباس يكون محلول من نهار 3 حتى نهار الأحد من 4 على 9 غدوة الخمسة متاع العشية ليكسبو اللي فيها فنانين توينسا وأجانب. آخر أخبار تظهر الثقافية والمهرجانات تلقاها معنا حتى 11 متاع الليل. نخليكم مع الموسيقى سايت تو سايت تسمعوا أريانا جراند فيت نيكي ميناج ورجعين معكم.